السلام عليكم. اليوم نعرفكم بقطاع من الصناعة الجزائرية مهم جدا، وهو قطاع التصنيع يعني بأتم معنى الكلمة، لهذا المستثمر الجزائري اللي انطلق منذ 37 سنة في مدينة بوفاريك، واللي الآن أصبح يصنع كل أنواع الآلات عندها العدة، ما يسمى بالآلات العدة، وهي سكونابل لي ماشينوتي، تستعمل في كثير من القطاعات تاع الأشغال العمومية وقطاعات يعني المصانع، وهي كل الآلات اللي تستعمل، ومنها ما هو يعني أوتوماتيكي ونصف أوتوماتيكي، ومنها ما هو يدوي. إذن بدون إطالة نروح نشوف هذا الفيديو الهام جدا عن الصناعة الحقيقية، مش صناعة التركيب، صناعة حقيقية من ألف إلى الياء في الجزائر. إذن بدون إطالة نخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم. منذ زمن ليس بالبعيد كانت موقع المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية من الأمور الصعبة، لكن مجمع مساوي رفع التحدي وذهب بعيدا بالمنتوج الجزائري. تفاصيل أكثر في سياق تقرير إيمان عياش. استلم المشعل من والده فكان خير مؤمن على الشركة بمواصلة المشوار الذي بدأ منذ سنة 1978. فبلال من بين الكفاءات الناجحة في مجال التصنيع لآلات العدة. On travaille sans cesse de promouvoir la production algérienne. C'est on essaye tout le temps d'adapter toutes les outils ou bien toute la matière qu'elle vient ou bien ici de l'Algérie ou bien nous sommes obligés à importer des produits qui n'existent pas sur le marché algérien. On a travaillé maintenant 5 ans, on a changé totalement le plan de programme de la fabrication. لا للاستيراد هو الشعار الذي تعمل به شركة مساوي تحت مبدأ تشجيع الإنتاج المحلي بكفاءات جزائرية شابة. Il y a une année et demie, on a décidé qu'on va faire des machines électriques. C'est des machines coffre à béton électriques jusqu'à 32 mm. Et ces aïe combinent 7 opérations, diverses opérations. Et aussi, on a fabriqué pour le menuisier aluminium des tronçonneuses, des fraiseuses à embout. المتجول بهذا المصنع يلاحظ قيمة التنظيم والتنسيق بين العمال، ما رفع من قيمة إنتاج المؤسسة والذهاب بالمنتوج إلى العالمية بالتصدير إلى عدة بلدان، ناهيك عن جملة من المشاريع المستقبلية. L'exportation on a fait au Maroc, on a fait en France, on a fait à Dubaï, on a fait en Tunisie. Créer de nouveaux projets, c'est de nouveaux machines pour faire la transformation et la conception des machines ou bien des produits pour l'automobile. أزيد من 38 سنة خبرة في مجال إنتاج وتصنيع آلات العدة كانت كفيلة بأن تجعل الشركة تتموقع في السوق الخارجية رغم المنافسة الشرسة.